أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحصة سيكون للمستوى الرابع في مكون التراكيب في موضوع المفعول به ظاهر وضمير. الوحدة الرابعة مجال الفلاحة والصناعة والتجارة، الأسبوع الأول. أهداف الحصة تتمثل في أن يتعرف المتعلم على المفعول به ظاهرا وضميرا ويوظفه في التعبيرين الشفهي والكتابي. في بداية هذه الحصة سنجيب على سؤالين مهمين جوابهما سبق وأن تعرفنا عليه في دروس سابقة. السؤال الأول هو: ما الجملة الفعلية؟ ما هي الجملة الفعلية؟ ماذا نعني بالجملة الفعلية؟ الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بالفعل بأحد أنواعه الثلاث: الماضي والمضارع والأمر. مثال: كتب محمد الدرس. هذه جملة فعلية، لماذا؟ لأنها تبتدئ بالفعل كتب. السؤال الثاني المهم في بداية هذا الدرس هو: من ماذا تتركب هذه الجملة الفعلية؟ سبق وأن رأينا يعني أن الجملة الفعلية تتركب من مكونات عدة. عادة ما تتركب الجملة الفعلية من فعل وفاعل ومفعول. سبق أن رأينا كان الفعل لازما فإنه يكتفي بالفاعل فقط، وإن كان متعديا فإنه يتعدى الفاعل إلى مفعول به واحد أو أكثر. مثال: يمسك مصطفى كبشا. هذه الجملة هي جملة فعلية، لماذا؟ لأنها تبتدئ بالفعل الذي هو يمسك. مصطفى فاعل والذي قام بالفعل، ثم كبشا هو مفعول به وهو موضوع درسنا في هذه الحصة. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، لنلاحظ معا الجمل الموجودة في هذا الجدول. الجملة الأولى: زركشت الفتاة التوبة. الجملة الثانية: ساعدته فاطمة. الجملة الثالثة: استقبلك. لنحاول معا أن نستخرج الفعل والفاعل والمفعول به في الجملة الأولى. زركشت الفتاة التوبة. زركشت الفتاة التوبة. الفعل هو زركشت، فيما الفاعل الفتاة، أما المفعول به فهو التوبة. هنا يظهر لنا أن المفعول به ظاهر. الجملة الثانية: ساعدته فاطمة. الفعل ساعدت، فيما الفاعل فاطمة، أما المفعول به فهنا ضمير متصل والهاء هو. الجملة الأخيرة، الجملة الثالثة: الفعل استقبل، فيما الفاعل ضمير، أما المفعول به فهو كاف المخاطب وهو ضمير متصل. إذن من خلال ما سبق يتبين لنا أن الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل يسمى المفعول به، وهذا المفعول إما أن يكون ظاهر أو ضمير، إما أن يكون ظاهرا أو ضمير. مثال للفعل المفعول به الظاهر: زارت أسماء الحديقة. هذه جملة فعلية تتكون من الفعل والفاعل والمفعول به. هنا المفعول به هو الحديقة، وهو اسم وقع عليه فعل الفاعل.
فيما النوع الثاني المفعول به ضمير مثاله ربحته، ربحته. هنا الجملة تتكون من الفعل والفاعل والمفعول به، الفاعل والمفعول به ضميرين. إذا المفعول به الضمير هنا هو الهاء، هو هنا ضمير متصل. إذا نستنتج من خلال ما سبق أن المفعول به اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل ويأتي اسما ظاهرا أو يأتي ضميرا متصلا بالفعل. سنحاول الآن أن ننجز تمرينا تطبيقيا حول ما رأيناه في هذه الحصة. أحدد المفعول به في كل جملة وأبين نوعه. الجملة الأولى: مدح الشاعر وطنه، مدح الشاعر وطنه. الجملة الثانية: شاهدتها، شاهدتها. الجملة الثالثة: سمعته يمدحني. إذن من خلال هذه الجمل سنحاول أن نتعرف على المفعول به ونبين نوعه، هل هو ضمير أم ظاهر. إذن وسأترك لكم وقتا للإجابة، ثم بعد ذلك سننتقل للتصحيح. سأعيد: أحدد المفعول به في كل جملة وأبين نوعه. مدح الشاعر وطنه، شاهدتها، سمعته يمدحني. ننتقل الآن إلى التصحيح. إذن الجملة الأولى: مدح الشاعر وطنه، المفعول به هو وطن، نوعه ظاهر. فيما المفعول به في الجملة الثانية شاهدتها هو الهاء، ضمير متصل، هاء، نوعه ضمير. أما الجملة الأخيرة المفعول به هو الهاء، ضمير متصل، ونوعه ضمير أيضا. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا يعني هذه الحصة، وتتبقى لكم إن شاء الله التطبيقات الكتابية لكي تتمرنوا أكثر على المفعول به الظاهر والضمير. شكرا على انتباهكم وبالتوفيق.